جمال الطبيعة والسحر الأخاذ والخضرة والماء والوجه الحصن في شلال السبلوجة والشلال السادس، واحدة من المناطق السودانية المميزة والجميلة، وده اللي احنا بنتمناه في سوداننا الجديد، إن السودان يعني اثهر بمظهر حسن وجميل في مقبل الأيام بعد ما ننتهي من جائحة وباء كورونا، يعني جائحة والأزمة العالمية اللي أصابت العالم. وعايزين نتكلم عن إدارة الأزمات، ده وقت لأنه نحن نتكلم تحديدا في النقطة دي، ومعنا داخل الاستوديو دكتورة سارة إبراهيم، هي خبيرة الإعلام المجتمعي. أهلا ومرحبا بك دكتورة سارة، صباح الخير عليك. صباح النور، والله منورية بوجودكم، وزي ما بقولوا أنا سعيدة دايما بأن أكون معاكم، وحسن الحظ إنه إحنا تلاقينا تاني علينا، وفرصة سعيدة إنه نتلاقي بحمزة. حمزة كويس، فرصة كويسة. أي، وانا سعيده طبعا، كل مره بقول انا كل ما اجي الشروق بكون حاسه بنوع من السعاده ونوع من التفاؤل، ولان انا بحب جدا مشاهدي الشروق وبحب كل اهلي والان كده ذاتك ايجابيه. آه، بحب الناس الايجابيه. وبعد ايوه وقاعد اقول كل يوم جديد انه اليوم ده حيكون احسن واجمل، ولما اجي هنا بكون مبسوطه سعيده جدا والله. يا سلام، الاحساس بتاع التفاؤل ده لربما اتسلى شويه شويه في الفتره بتاعت الضائقه بتاعت كورونا دي بالنسبه للاسر، لانه كانوا عايشين حاله نفسيه يعني لا ما كل اي. لكن لو تكلمنا على انه دائما ازماتنا بتجي مفاجاه، يعني لو كان سوي احنا الان في الخريف يقول لك الخريف جانا واذا بدا نعمل كده، لكن ازمه كورونا كان عندها نوع خاص جدا وخصوصيه، سواء كان حتى بالنسبه للدوله او عموما للمواطن، فاحنا كان ترتيبنا بتاعت الاولويات دي ما من ضمن طوال اداره الازمات، فكيف المواطن السوداني استقبل الازمه بتاعت جائحه كورونا دي قبل ما يتعايش معها في المقام الاول؟ طبعا هي الازمه هي شنو؟ هي نمط معين من المشكلات والمواقف اللي بيتعرض لها، ممكن يكون انسان فرد او اسره او جماعه او غيره. المشكلات دي بتضطره انه يغير من نمط حياته، يعني هو المفروض يغير من طريقته ويغير من وجهه نظره ويعمل اعاده تكيف مع الاوضاع اللي هو اصلا اتوجدت حوالينا او اتخلقت فيه. طيب هي ازمه اصلا مصطلح قديم، يعني بيرجعوا دائما للطب الاجريجي، فهي انواع كثير، عندها انواع كثيره طبعا من الازمات. في ازمات من فعل البيئه، يعني احنا ما زي حاسه الكورونا دي احنا ما بيدنا، يعني ما كانت هي يسموها الامراض المتنقله او الناقله او العابره للقارات، يسموها سجايحه طبعا. فالكوارث الطبيعيه طبعا ازمات بتصنع البيئه، يعني الزلازل والبراكين وبعرف التسونامي والحاجات الكثيره دي. في ازمات او ازمه طبعا فيها كسر، يعني صحيح اللغه العربيه بتبقى علينا ازمه، احنا تعودنا نقول ازمه على حسب ازمه شايع افضل من صحيح. اي من التازم يعني. فهي وحدات من صنع الانسان، الانسان بيصنعها طبعا. هي طبعا بيدخل فيها الفقر والجوع والبطاله وندره الموارد والجريمه المنظمه والازمات الاقتصاديه الكثيره اللي هي فيها الاحتكار وفيها انا قاعد اقول السمسره دي نوع من الازمه. نعم أخلاقية. نعم فعليا موجوده يعني جميل. انا بتازم الحياه حول الانسان شديد، وكثير كثير من الاسباب يعني اللي هي ممكن تقود الانسان الى انه تحصل له اللي هو زي ما قلت ازمات كثيره في حياته، وبيكون بيحاول انه يتكيف معاها، يعني كيف يعيد وجهه نظره تجاهها ويحاول يتكيف معاها، رغم انه بيلاقي صعوبه في التكيف. طبعا انت عارفه الفكره انك عشان تدير ازمه في حياتك بتحتاج انك تغير من استعمالك للاساليب الاداريه او الاساليب التقليديه الروتينيه اللي انت كنت بتتعامل بيها، فانت محتاج انك تبتكر اساليب جديده. عشان كده احنا في ظل ازمه كورونا دي احنا لابد اننا نعيد ابتكار اساليب جديده تساعدنا في اننا نتكيف مع الازمه اللي هو نمط الحياه، النمط الجديد اللي جاء علينا داخل علينا في حياتنا. التربيه حقتنا هي تربيه، يعني تربيه بتاعت زي ما بقولوا اصرف ما في الجيب يجيك ما في الغيب، ويا زول رزقك خليها على الله، ويا زول ما اعرف يا زول ليه بكره، ما في انا الله يحيينا ليه بكره، الله يحيينا ليه بكره وكده، يعني احنا ناس زي ما بقولوا متوكلين الله ومتكلين على الله. جات لما جات الجوائح دي والامراض اللي احنا قلنا هي نوع من الازمات اللي هي من صنع البيئه، مع انه هسه في بعض الدراسات بيقولوا انها هي من صنع جهه معينه، لكن طبعا لسه ما وصلت يعني انها هي جات. فانت هنا اضطريت انك انت تجد روحك قد مشكله كبيره، لان احنا يعني طبيعتنا حياتنا السودانيه يعني كده ما تعودنا ان احنا نرتب امورنا، ما تعودنا اننا نعمل ترتيب اولويات. ممكن يكون العالم قدر في نوع في جهه من الجهات انه
يعني يقدر ينظم حياته. ليه؟ لانهم هم طبيعه حياتهم فيها نوع كده من ترتيب الاولويات والتنظيم. احنا ما تعودنا على التنظيم. يعني بقول الكلام ده كلنا في اسرنا يعني صحيح. وفي تربيتنا لاولادنا صرف صرف بزخي، حياتنا كلها ماشيه كده بس باليوم. اننا في اليوم نعمل شو؟ ما عندنا هدف. يعني ما تعودنا ان احنا مثلا لما نيجي نقعد في حياتنا نخطط لانه يعني يومنا ده كيف، اسبوعنا كيف، شهرنا كيف، ما بننظم حاجاتنا، مواردنا دائما ماشيه ساي يعني. وطبعا ده على مستوى الفرد والاسره وعلى مستوى الدوله ذاتها مواردنا كلها كده صارفيننا ساي. فالحاجه دي لما الانسان تكون حياته العاديه ماشيه، اليوم تتعسر يوم وتتصلح يوم، بكره الليله مفلس، بكره عندي، بعد بكره. لكن لما تجيك زي الازمه بتاعت زي دي وتضطر انك انت ما حتشتغل، حتقعد فتره من البيت قاعد، مواردك بقت خلاص ماشيه متناقصه، حيكون عندك مشكله. ليه؟ لانك انت ما تربيت او انت ما كانت من ضمن سلوكياتك في الحياه انك انت ترتب اولوياتك. عشان كده الناس التعبوا شديد. ليه؟ لانهم هم يتعودوا انهم طوالي مارقين، راكبين عربيتهم مارقين، حايمين، فصارفين بنزين، يعني كانت مواردهم كلها رايحه في حاجات عسى. لما جو قعدوا قالوا والله احنا ما كنا قايلين نفسنا، يعني في حاجات كثيره استغنينا منها. الانسان ممكن يتعلم نظم حياته ونظم طريقه صرفه وغيره. يعني قالوا كده ان احنا مثلا دعوليين. يعني مثلا دار اديك مثال، انك انت مثلا زمان كان عندك اي قروشك قاعده، كل يوم انت مارق مشوار، كل يوم ماشي تشتري حاجه، ماشي السوق تشتري حاجه، والله في حاجات بنشتريها ولا بنلبسها بنحطها في الدوالي. لما جت الازمه بتاعت كورونا دي واحنا اتغرينا قعدنا في البيوت ما في مرقه ما في حاجه، لقينا انه والله القروش هذيك اللي كنا بنصرفها كانوا يعني لو كنا بنوفرها كانت هسه سندتنا. والحاجات اللي احنا اشتريناها الدلاليات يعرضوا والناس يعرضوا. يعني انا بتكلم بكل بساطه. ليه؟ عشان انا بخاطب مواطن سوداني. لكن خلينا برضه يعني دكتوره ساره خلينا برضه نذكر نقطه مهمه، انه في ناس مضطره تصرف يوميا، مجبره انها هي تطلع يوميا لانه دخلها محدود. دي ما شريحه. شوفي الناس دخلهم محدود يوم قال يوم اليوم ده، ما خلاص ديل بيديرين امورهم باليوم. لكن انا بتكلم لك عن الجزء الكان بيدير كان بيبدد موارده من غير ما هو انه يعمل حساب بكره. يعني حساب بكره ده ما عندنا صراحه، اقول لك يعني جزء كبير من لا يستهان به من الشعب السوداني ما عنده حساب بكره وما عنده حساب بكره. وحتى بالمناسبه اقول لك كلام، الحاجه دي على مستوى الدوله لاحظناها. يعني احنا في الدوله بتاعتنا ذاتها اللي هي كانتنا ما عندهم حساب بكره ده، والا هسه قال لك احتياط البنك المركزي ما في، يقول لك ما بعرف الماليه خزانه فاضيه، حساب بكره طيب. ما في دكتوره ده الاثر على يعني دكتوره ساره، الموضوع ده فضفاض شديد يعني كل ما نمشي بدخلنا لجانب ثاني. لكن لو جينا في جانب كورونا، يعني رب ضاره نافعه شويه، احنا كنا بنصرف اكثر، كنا بنصرف على ابنائنا بحكم انه الان توقفت المدارس او كذا، فالان يعني معظم صرفنا اللي كان زايد على تفاصيل كثيره جدا بقى حكرا او حصرا على الجانب المعيشي او كذا. فسمعنا كثير انه في اخوات ونساء باعوا ذهبهم عشان لسان بالاسره او كذا. فكيف نحن بالموجود الان ولسه نحن ما عارفين هل الحظر ده حيتمدد او لا، فبحكم الموجود ده كيف نقدر نستغله بالصوره المطلوبه ونوزعه؟ طيب هو اصلا يتمدد او ما يتمدد دي انا ما بشوف انه دي مشكله. ليه؟ لانه حتى لو اتفتح الليل الحظر عشان انت ترجع ثاني تمارس شغلك وترجع ثاني تبدا تدخل زي ما يقولوا قروش، هنا حيكون في معاناه شديده جدا لانه دولاب العمل توقف فتره طويله. صحيح. فتوقف دولاب العمل ده بينعكس طبعا على كثير من مناحي الحياه يعني. صح. وفي حاجه ثانيه انا برضه دايره اذكرها قبل ما نمشي، ان كيف ننظم حياتنا؟ تجار الازمات، احنا عندنا الكميه دي كثيره. نعم. وظهرت فيه. وظهرت فيه، يعني احنا عندنا ناس كثير ما بينتجوا، ما بيشتغلوا، ما في حاجه بيعملوها، قاعدين بس على الازمات. هم اول ما يلقوا في بوادر بتاع الازمه بيقوم بيساعدوا في ان الازمه دي تتفاقم. تتفاقم ليه؟ عشان هم بيعيشوا على كده، بيعيشوا على الازمات. زي ديل احنا لو ما الحكومه دي وقفت، والله جد يعني احنا محتاجين رقابه شديده جدا جدا من الجهات الرقابيه عشان هي تقدر تضبطهم. عشان لانهم هم لو تركوهم على هواهم والله احنا ما حنقدر ناكل ولا عيش حاف. طيب دكتور سارة، تجار الازمات بدوا طوالي مباشره تذاكر الطيران، تذاكر السفر للولايات، يلينا العيشه البسيطه دي. شوفي هسه يعني الاسعار طارت السماء، ندره في الحاجات تلقى عشان في زول مثلا ما بيقدر يصل لمكان معين، الناس الموجودين في المكان المعين عندهم طريقه يصلوا مثلا كتجار، بيرفعوا سعر الحاجه عشان الزول يقول لك انت خلاص عارف نفسك انك ما حتقدر تصل الحظر والكبار، انه هتضطر تشتري
احنا بدينا ننقص في الحياه اللي بناخذها ونستهلكها لدرجه يعني الكفاف يعني بجد والله. وين الان موجوده دكتوره ساره؟ يعني يمكن في ظل الازمه الحاليه عشان طبعا معروف الحظر انه الكباري مغلقه ففي ناس عندهم تصاريح فبيستغلوا فرصه التصريح بانه هم يدفعوا الراكب مبلغ وغدره عشان ما يقدر يعتبر عشان عنده حاجه مهمه. ازمه الضمير الله. ازمه الضمير والاخلاق في البلد دي لو ما استعدلت ما حنقدر نمشي لقدام. نعيد عشان زي ما قلت الزمن والوقت ما بيسرقنا دائما، مع انه الكلام جميل يعني وحس انه بتلقى فيه مداخل. احنا عشان نقدر ندبر حياتنا في ظل الظروف اللي احنا ما معروف هتفتح 200 ما معروف حنحصل على موارد ماليه جديده ازاي، نعمل ترتيب اولويات. اول حاجه نشوف احنا بنصرف يعني في 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 كثير يا اخواننا من الحاجات اللي احنا ممكن نستغنى عنها. ممكن نعود تاني نصنع حاجاتنا في بيتنا برانا بالناي البسيط، لكن طبعا في زول حيطلع لي يقول لي لا كله بنعمله والله، لكن في زول حيقعد يقول لي والله انا اولادي اتعودوا على نمط معين من الاكل وبيقوا ما بيقدر ياكلوا. يتعودوا على نمط معين من حاجه عودوهم الناس يتعودوا على الاكل البيت. لا يعني لا والله انا بعرف انه في ناس بيستيل بيقول لك انه هم اتعودوا ما بيحبوا ما بياكلوا التبايخ ما بياكلوا ما بعرف الحاجات ما بياكلوا. قلت لهم عينوا عودوهم على انه ده نمط بتاع حياه جديد خلاص ما في طريقه غير كده. احنا لابد اننا احنا نعمل ترتيب اولويات وزمان ما كنا اتعودنا صح؟ حسينا عمل لنا خطه عادي كده ونشوف مواردنا الماليه قدر شنو؟ ومواردنا حنصرف صرفنا بنص الصرف بتاعتنا كيف؟ ونبدا نشخط نجيب ورقه وقلم ونكتب حاجتنا ونخد قروشنا نوزعها على قدر الحاجه اللي احنا بنعمل فيها. ما في حل غير كده، لو ما عملنا كده ما حنقدر نعيش ولا يوم كل يعني حتمر يوم ويومين وثلاثه بعد كده قروشنا حتجيف، حتجيف حنعمل شنو؟ كل زول حتحاول تلتقي لاي انسان حيكون هو ذاته ظروفه صعبه. لازم نغير نبدا نخفض حاجاتنا. لسه ما زال يا اخوانا الناس بيبيعوا بالبيت والشيء بالنت لسه قاعد والبعض بتسحب في حاجات والله صدقني انه لو جبت صحيح فنبدا نخسر نفس حياتنا اللي هي شوي بليز صدق عمره ما نعمل إيه عندك حاسب انك عندك موارد كويسه اخذ او صدق على الناس اللي ظروفها صعبه شوي ليه؟ عشان انت تقدر تساعدهم هم ما ينهاروا. ما احنا في مرحله بتاعت لو ما الناس دعمت بعض حيحصل الانهيار والله الانهيار واحنا ماشيين على الحاجه دي لانه قلت لك انا في تجار الازمات ديل اللي بيأزموا الوضع اكثر مما هو متأزم. فاحنا محتاجين كده اول حاجه قلنا نرشد مواردنا. الحاجة الثانية اننا نرتب اولوياتنا. الحاجة المهمة اننا نضع لنا خطة. الخطة دي مهمة جدا انه احنا عشان نقدر نصل باسرتنا الصغيرة دي لبر الامان اننا احنا كيف نستغل مواردنا. نرجع نشتغل في بيتنا حاجات ممكن نعملها نعمل لنفسنا نعيد حاجاتنا ننتج حاجاتنا في البيوت. في ناس زرعت يا اخواننا والله انا بعرف الحاجات دي والله في ناس جابت البذور ولا جابتها كمان من اكلها الحاجات اللي بتاكلها وتشربها زرعتها. طبعا دكتور كان برضه مفهوم انها هي بتصنع الاكسسوارات. ايوه قلت لها يعني افرتك يعني في ناس زرعت والله يعني ناس زرعت مرقت البذور من الحياه اللي بتاكلها وتشربها وزرعت وصوروا لك الحاجه دي فين. اقول لها عينه خلاص بدينا الحاجات دي بالمناسبه احنا زمان كانت عندنا لكن بالمدنيه وهو بالتمدن والتحضر اندثرت شويه كده مش اندثرت كثير. بقى زول لما يعمل حاجه يقول لك ده متخلف بيشوف قاعد روحه قاعد لسه في الاعاليم والغرى. فعشان كده احنا محتاجين اننا نبتكر اساليب جديده فينا كيف فينا نعالج نفسنا بنفسنا. ما انا عشان انتظر الحكومه تعمل لي ولا عشان انتظر نهايه تعمل ده برنامج طويل جدا جدا ما معروف. جميل. طيب دكتور ساره انت تكلمت عن نقطه مهمه سواء كان الاسره وعندها رتبت اولويات وبقى عندها فايت تصدق به. انا كنت في رمضان شغال في محطه اذاعيه اتصلت علي متصله قالت هم لثمانيه يوم هم ما عندهم اللي بياكلوه ويشربوه لانه فتره الحظر كانوا الناس شنو مقفلين في بيوتهم. زمان رمضان الناس بتطلع مع بعض وبتدي الصدقات او كذا. فدورنا نحن الان سواء كان اللجان الاحياء اللي هي الموجوده اللي بتحصر الاعداد او عموما احنا كجيران يعني الرسول وصل لحد سابع جار او غيره، فاحنا كيف ممكن ندير ازمتنا وازمه اللي حوالينا برضه بيكونوا معانا يعني حتى لو بالقليل. مع العلم يا دكتوره انه في زي ما ذكر انه في متصله يعني كانت بتعاني من انه هم 8 أو 7 أيام ما كانوا في ناس كمان برضه اضطروا انهم يقلعوا شبابيك البيت ويبيعوها عشان ما يقدروا يلقوا حاجه يعني. هنا بيجي دور الزول اللي قلت لك زي ما قلت لك الصدقه، انا قلت لك الزول اللي عنده فايض، الزول اللي عنده فايض يتصدق على الاخرين. يعني احنا زمان كانت الحاجه دي والله موجوده كثيره جدا. الزول يطبخ اقول لك وسع حلتك شويه يعني صحن زياده وادي. انا متاكده انه اي زول في الحي بيكون عارف انه جاره ده
ظروفه صعبه ولا ما بيكون، يعني مهما كان بيكون في الحي في زول شويه وضعه احسن. يعني ان شاء الله حتى كان كبلاه زياده تنايم مويه، يعني وسع الحله شويه كده وشيلوا قدي وشيلوا قدي. في حاجات كثيره ممكن الناس تسمع بعدين لجان المقاومه. انا شايفاه يعني في ناس، يعني انا ما ادرى اظلمهم، لكن في ناس بشوف انه في ناس في جهات اشتغلت وفي جهات ما اشتغلت. طيب احنا عندنا رجال البر والاحسان كثيرين جدا. صحيح. يلا احنا صحيح. عشان نكبح حلقه توصل احنا ذاتنا نعمل مبادرات. في مبادرات كثيره قامت، انه في حسي مثلا شايفه انه في ناس بيجوا يمشوا المصانع وهم بيشيلوا من المصانع بسعر بسيط جدا وبيجي يوزعوه على الناس وبشنو بنوع من الاقساط التقسيط البسيط جدا. حلو. عشان برضه ما تحسسوا انه اتكفلوا بينهم هم ناس المصانع الدوم ويجي هم يعملوا لهم بالقسط يبيعوها. ففي كثير من الحلول يعني الناس ممكن تدير بها حياتها يعني. نعم. الدوله طبعا دورها مهم جدا في الحته. صحيح. دي دور اساسي. دعم الشرايح الضعيفه دي مهمه جدا انها هي تزعى فيه ومهم انها تشتغل فيه. نعم. وده طبعا بيجي بان كده تنزل على ارض الواقع. يعني انا حكيت ان الناس المسؤولين اللي بيقعدوا في مكاتبهم دي طبعا لنا حياتنا رافضاها نهائي. طبعا دي نقطه مهمه. فترتهم انتهت خلاص الان. في فتره جديده نكونوا منفتحين اكثر. نعم. على يعني القعاد في المكتب، شوف اقول لك كلام، الانسان اللي بيقعد في مكتب دائما شفت الحيط دي بالمناسبه قاعد تهجم عنك حاجات كثيره جدا ما بتخليك تشوف الحياه على الواقع. زمان الرسول عليه الصلاه والسلام والخلفاء الراشدين كان بينزلوا بيتفقدوا بنفسهم. شوف انا ما بحب المسؤول اللي بيخلي الناس يجيبوا له، لا انزل بنفسك شوف الشارع. قلت لهم العربات المظلله دي فرتك التصدير. دكتوره طبعا احنا نستاذن في العربات دي وخلوهم يحوموا كده برجلين ويمشوا يلاقوا الناس ويخالطوا الناس في الاسواق ويمشوا يخشوا بيوت الناس ويتفقدوها عشان تعرف ظروف الناس. التوعيه السياسيه والاعلاميه في اداره الازمه مهمه جدا، دي نقطه هنتكلم عنها حاليا. هنتكلم برضو عن زي ما كنا بنتكلم في دور المجتمع والاسره في 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 الازمه او في هذه الازمه تحديدا ودارين امثال حياه. كل ده بس بعد الفاصل لانه ساعتنا انتهت وهنرجع نتواصل اكيد من جديد بعد ما نطلع فاصل الفاصل.